مرحبا منير عجم، عم نكمل بالسيرة الفيديوهات. اليوم 3 فيديوهات ورا بعضهم، هذا الفيديو الثالث. عم بما انه عم بيبنوا عن بعض، بالطبع هلا عم نركز بهالفيديو، عم نركز على موضوع الكلاينت راب، اما بروجكت مانجمنت كشركات ولا مؤسسات المالك البروجكت اونر. ذكرنا بالفيديو السابق انه احيانا بعض المؤسسات ممكن تلجأ لكونسلتنت بي ام سي، بروجكت مانجمنت كونسلتنت، تدير لها مشاريعها. اليوم في بالطبع بالعالم، مش عم بحكي بالدول العربيه، في اكثر من طريقه لاداره المشاريع، خاصه المشاريع الكبيره، وعندنا اكثر من فريق عمل ممكن يكون مرتبط بالموضوع. بالطبع عندنا مالك المشروع، عم نحكي نحن هون مشاريع استثماريه ممكن يكون فيها كابيتال انفستمنت كبيره، ملايين ولا مئات الملايين. اكيد عندنا نحن هون المالك، اللي هو ممكن يكون مؤسسة خاصة ولا حكومية بغض النظر، بدها تنفذ مشروع محدد. بالطبع نحن بحاجة بالدول العربية بنستعمل كلمة الاستشاريين، اللي هي بأمريكا والدول الغربية بنستعمل كلمة الكونتراكتر، بس انجينيري كونتراكتر، لأن نحن بحاجة لطاقم هندسي، سميه كونتراكتر سميه استشاري doesn't matter، اللي هو بده يعمل التصاميم الهندسيه ديتيلد انجينيرينج. بالطبع نحن بحاجه لكونستراكشن، هلا بالطبع ممكن تكون شركه وحده تعمل لنا ديزاين اند بيلد، اما الانجينيرينج بروكيرمنت اند كونستراكشن. عاده بالمشاريع، بعض المشاريع النفطيه ولا الريل استيت ديفلوبمنت، ممكن يكون عندنا شيء اسمه البريمينري انجينيرينج، اللي هو قبل الديتيل انجينيرينج. هون كمان ممكن يكون عندنا كمان اوت سورسينج. اوكي، هلا كيف فينا ندير هالمشاريع؟ اوكي، مثل ما قلنا عندنا بطبع في اكثر، يمكن بالفيزيبيليتي ستدي يمكن عندنا نحن عندنا اوت سورسينج، ممكن حتى بالكلوجر يكون في عندنا اوت سورسينج. هلا ما بنحسب نحن كم واحد عندنا، بس بالطبع معظم الفلوس حتنصرف على ديزاين بيلد، اما الاي بي سي يعني الانجينير ديتيلد انجينيرينج بروكيرمنت اند كونستراكشن، هي اكثر الفلوس بتنصرف. بس بطبع في عندنا مصاريف ثانيه من داخل المؤسسة ومن خارج المؤسسة لمراحل تانية من أي مشروع، كان مشاريع بنحكي بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة. سو هون كمالكين كبروجكت اونر، اللي كانت حكومي ولا خاص، كيف فينا ندير هالمشاريع؟ بالطبع الفكرة إنه فينا نديرها يا إما بكوادرنا، يكون عندنا بروجكت مانجمنت ديبارتمنت، أما بروجكت مانجمنت أوفيسز، يكون عندها عناصر كافية، يعني عندنا العدد الكمية كوانتيتيز أوف بيبل والرايت سبيشالتيز والاختصاصات والقدره والكفاءه بالكوادر هي تقدر تدير المشاريع هيدي. هلا في حال معظم المؤسسات الحكوميه والخاصه احيان يمكن ما عندها بروجكت مانجمنت ديبارتمنت، عم تضطر تعتمد على شيء اسمه يا اما بروجكت مانجمنت كونسلتنت، يا اما يجيبوا شركه شغل دوره تكون هي مثل يعني اللي ان بتوين البروجكت اونر والكونتراكتور الباقيين، يعني الاستشاري يعني الانجينيرنج كونسلتنت والكونستراكشن وكل شيء. هي بيكون البروجكت مانجمنت كونسلتنت دوره يدير المشروع، بالطبع بالتعاون مع المالك تحت اشراف المالك مباشره. بس بيكون ممكن المالك يكون هون عنده على مشروع يكون يمكن مليار دولار، والمالك يكون عنده بس 3 4 اشخاص عم بيشتغلوا على هالمشروع، اللي هن دورهم اكثر ككلاينت راب، رغم انه يمكن ياخذوا تايتل بروجكت مانجر وغيره. بينما البي ام سي ممكن يكون عنده 50 اما 100 شخص، اللي هو اللي عم بيكون عم بيعمل الاداره الفعليه للمشروع من ناحيه الكلفه وغيره. هيدي طريقه. الطريقه الثانيه عم تستخدم احيان، ممكن ينعطى جنرال كونتراكت، هذا كونسبت نستخدمه بامريكا وبعض الدول الاوروبيه، انه يجينا شركه عامه كبيره هي بتستلم المشروع تنفيذه ديزاين اند بيلد، يعني الانجينيرنج والكونستراكشن. هلا ممكن هن يعملوا الانجينيرنج ويعملوا سب كونتراكت للكونستراكشن، ممكن شركه كونستراكشن تجي تاخذ الكونتراكت الديزاين بيلد ويعملوا سب كونتراكتنج للانجينيرنج. بس هون بيكون في عندنا جنرال كونتراكتر، ممكن ببعض الحالات هذا الجنرال كونتراكتر يعمل ريبورت دايركتلي للكلاينت راب للكلاينت مانجمنت، اما يكون يعمل ريبورت للبي ام سي. في بعض الحالات ممكن كمان يكون نجيب بي ام سي تدير البروجكت، بس نجيب شركه ثانيه تعمل بروجكت كنترول. يعني في عده طرق تستخدم اليوم باداره المشاريع. ايها الانسب، صراحه ما لح جرب قول اي هي الانسب، لانه كله بيرجع لموضوع، حاعطي رايي بالطبع،
بس كل شيء بيرجع لنوع الشركه والمؤسسه اللي كانت خاصه ولا حكوميه والادارات الموظفين تبعها. بالطبع اي مؤسسه عم تشتغل على مشاريع ما عندها كوادر كافي تدير مشاريع بحاجه تعمل اوت سورسينج. بس عم نحكي نحن من منطق اليوم، انا هون بنعطي البروفيشنال اوبينيون تبعنا بناء على خبرات بشركات خاصه وحكوميه بالعالم، من امريكا لاوروبا لاسيا للشرق الاوسط، اما بفضل سميه انا غرب اسيا ودول الخليج. انا من الاشخاص اللي مؤمنين بعلم اداره مشاريع، انه علم كثير مهم اليوم ولازم يكون كور بزنس. بروجكت مانجمنت ان ماي فيو اتس كور بزنس، بغض النظر شو نوع الشركه ولا المؤسسه اللي عم تشتغل، طالما عم تشتغل على مشاريع لازم يكون في بروجكت مانجمنت فانكشن از كور بزنس. يعني انسوا البي ام او، بدنا بروجكت مانجمنت ديبارتمنت، ولا البي ام او على الاقل يكون دوره يكون اكثر ان عنده في بروجكت مانجر هاوس، مش كل البروجكت مانجر بس على الاقل يكون في بروجكت مانجر موجودين فيه تديروا المشاريع المهمه، ويكونوا هودي كارير بروجكت مانجر مش اكسيدنتال بروجكت مانجر. يعني بما معناه انا من الناس اللي بتطرح وبتشرح ودائما بتطرح انه نحن بحاجه لبناء كوادر وبناء الكفاءات باداره المشاريع بمؤسساتنا، وممكن نقدر نأسسها على أعلى مستويات بالعالم بناء على منهجيات منخصصة مثل الكامب ميثودولوجي اللي نحن عاملينها كسوكات، تتخصص وتتحول تتعمل بطريقة أنه حسب نوع الشركة ونوع مشاريعها وحجم مشاريعها، وإذا مشروع صغير ولا مشروع كبير، كل مشروع لازم كل نوع مشاريع له طريقة محددة وبوابات محددة لازم تكون تنوضع وتنحسم تكون من داخل بنظام العمل لإدارة الشركة، مثل ما في نظام بالفاينانشال بلانينج وبالاتش ار. يعني في قوانين واضحة كيف شو شروط التوظيف، فيها شروط واضحة كيف نعمل اكسبنس ستيتمنت لموظف بس يسافر. نحن بدنا كمان سياسات وعمليات بروسيجرز يعني وجايد لاين وحوكمة ومنهجية ونظام عمل متكامل لإدارة المشاريع يكون واضح اوكي ومتبع على مستوى الدولي ولا مستوى المؤسسة ولا أقسام المؤسسة. بالطبع هذا الشيء نحن عم نطرحه، وهذا الشيء عم نطرحه من زمان على موضوع المؤسسات حكومية ولا خاصة، إضافة إلى كمان عم نطرح كتير فكرة صرنا هالكم يوم عم نسجل عنها، هي موضوع على مستوى الدولي اللي نقترح وجود نظام ومنهجيات متكاملة لإدارة مشاريع مع شهادات احترافية لإدارة المشاريع بناء على النظام المتبع بالدولة، مش الجينيريك مثل برنس 2 ولا بي ام بي ولا اي بي ام اي حتى ولا اي شيء تاني. لا يصمم هلا ممكن يكون يرتبط يكون له علاقة اما قريب اما متواصل مع البي ام اي ولا مع الاي بي ام اي ولا مع غيره وغيراته، بس على الاقل يكون نظام واضح لإدارة المشاريع بالمؤسسة على مستوى الدولة. عم نحكي نحن هلا انتقلنا نحن من إدارة المشاريع وبناء الكوادر والكفاءات داخل المؤسسات لعمل إدارة مشاريع من ضمن المؤسسات، هذا الموضوع. وبطبع عم نربطه كمان نحن انه على مستوى اعلى من هيك ومستوى استراتيجية اعلى على مستوى الدول، انه كمان يكون هالشي موجود على مستوى الدولة من ضمن منظمات ولا هيئة رسمية لإدارة مشاريع على مستوى الدولة. وهيك بنكون نحن بلشنا نطور بالأداء، وما نسمع اليوم اللي عم نسمعه دايما إنه عم نجيب بي أم سي يشتغلوا لنا مشاريعنا، وعم نعتمد على أسماء كبيرة وعالمية، بس بالنهاية they come they bring in the big names and they hire locals. I mean local I don't mean local إماراتية ولا سعودية ولا لبنانية، locals in the local market. يعني عم بيوصفوا اللبناني والفلسطيني والهندي والبنغلاديشي والباكستاني، ما في شيء غلط هالشيء اكيد، في عندنا كفاءات عالية جدا، بس انه شو طعمة نجيب شركة اجنبية، نحن نجيب خبرات الاجنبية بس عم نوظف محلي. طب معناتها اذا عندنا الادراك نحن نوظف محلي، ليش ما عندنا الابرات نحن كمؤسسات خاصة وحكومية نقدر نحن نبني هالكوادر داخل مؤسساتنا. هلا بالطبع ممكن نضطر لموضوع تاني هون بيقولوا انه اوكي بصير في عندنا اوفر هيد كثير، لا اكيد لا، انت عم بتحول مصاري بدل ما تكون اوت سورس وعم تدفعها مع البروفيت والفيس تبعها، انت عم تعملها من داخل الشركه. فيك تعتمد هون كمان على مان باور سبلايرز تعطينا، تنقول اذا تنقول نخلي السافينج ليفل تبعنا على مستوى محدد، في حال زاد الشغل فينا نجيب سبلمنتال مان باور فيساعدونا. ارامكو بتستخدم هالبوليسيز وغيرها من غيراتها.
ركزنا هون اليوم اكثر من فيديو بهذا الفيديو الثالث، كان هو الموضوع على كيفية إدارة المشاريع الإنشائية والمشاريع الاستثمارية على مستوى الدول والمؤسسات العامة ولا الخاصة، واعتبرنا وناقشنا إنه في أكثر من طريقة، اللي هي ممكن الإدارة المباشرة ولا الإدارة عبر البي إم سي ولا تحويل الإدارة إلى المقاول. هذه طرق موجودة. بالطبع ناقشنا اللي هو رأينا المهني إنه بضروري بناء الكوادر داخل المؤسسات لعلم إدارة المشاريع، لأنه البروجكت مانجمنت إز A core function. إلى اللقاء.